متابعينا في السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نهار اليوم سارت أجواء شديدة الحرارة إلى مرهقة في أغلب مناطق المملكة. درجات الحرارة كانت أو لامست 50 درجة مئوية في المناطق الداخلية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الإحساء أيضا. هذه الحرارة تتوقع أن تستمر مرتفعة خلال الأيام القليلة القادمة على أن تنخفض مع نهاية الأسبوع بالتزامن مع نشاط في سرعة رياح البوارح على المنطقة الشرقية. نبدأ نشاطنا بصور أقمار صناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث انتشرت كميات قليلة من الغيوم العالية بدون فعالية في أجزاء من المنطقة الغربية، تحديدا منطقة المدينة المنورة، أيضا أجزاء من منطقة الطائف والمنطقة الوسطى، تحديدا حائل والقصيم، وأيضا السواحل الجنوبية من بحر الأحمر، في مساء أجواء صافية في باقي المناطق. نتحدث الآن أكثر حول درجات الحرارة ونستعرضها في هذه الخرائط. من يوم الأحد وحتى منتصف الأسبوع يوم الأحد استمرت درجات الحرارة مرتفعة في أغلب مناطق المملكة، خاصة في المنطقة الشرقية ومنطقة الإحساء، حيث كانت درجات الحرارة في أواخر 40 مئوية. يوم الاثنين بإذن الله تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، درجات الحرارة تبقى حارة ومرهقة خاصة في المناطق في المنطقة الشرقية ومنطقة الإحساء والربع الخالي، حيث تستمر درجات الحرارة هنا في أواخر 40 درجة مئوية، في حين تكون 40 أي في بداية الأربعينيات إلى منتصف الأربعينيات في باقي مناطق المملكة. لكن اعتبارا من يوم الثلاثاء تنخفض قليلا درجات الحرارة وتتراجع وطأة شدة الأجواء الحارة في المنطقة الشرقية بالتزامن مع نشاط في سرعة رياح البوارح المثيرة للأتربة والغبار في منطقة حفر الباطن الشرقية والإحساء وعموم منطقة الربع الخالي، وتستمر الأجواء مستقرة أيضا وحارة في باقي المناطق وشديدة الحرارة خاصة هنا في الأجزاء الداخلية من منطقة ينبع. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء غالبا صافية مع 30 درجة مئوية المحسوسة 29، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة، مع استمرار أو مع هبوب رياح البوارح يتوقع أن تكون هناك أتربة مثارة. يوم الاثنين 45 إلى 28 درجة مئوية، تستمر رياح البوارح بالهبوب يوم الثلاثاء مع 44 إلى 28 درجة مئوية، ويوم الأربعاء أيضا لا تغير الحالة الجوية، رياح نشطة خلال ساعات النهار ومثيرة للأتربة والغبار مع 45 درجة مئوية، أما الصغرى 31 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.